السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء الناصح، رئيسة الجمعية ديال أهل الخير والعطاء للتنمية والتضامن بمدينة فاس. وكنشكركم كاملين، وجيت لهاد الدار ديال الأيتام ديال الزيات، فرحانة بهاد نهار الجمعة، بغيت نجي نفرحهم. كنجي عندهم تقريبا سيمانه اي وسيمانه لا، وهاد النهار بد الجمعه قلت نمشي نفرح بداك البنيتات. جيت على شعبانه وكاين داك عيد المراه، وعجبني اليوم نجي نفرح هاد الوليدات هادو. انا مولات 15 عام، كيعجبوني هاد البنيتات، نجي عندهم ونفرحهم وناكل معاهم ونضحك معاهم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يوقف معاهم، كنتمنى من المحسنين كاملين يتعاطفوا مع هاد البنيتات وبقاو يجيو لعندهم. يعني ماشي خصهم الماكله ولا اللباس ولا هذا، خصهم غير الحنان، بحال الحنان ديال الام في الدار. هكا هاد البنيتات خصهم اللي يضحك معاهم واللي يلعب معاهم، فهمتي؟ ماشي الماكله هي كل شيء، ولا الحوايج هما كل شيء، ولا الفلوس هي كلش، لا. غير يعني كيف كديري لوليداتك ديري لهاد الوليدات هادو. كنشكر المدير ديال الخيريه ديال الزيات، كيحلنا هاد الباب، الله يجازيه بخير، الله يكرمو مولانا الكريم. وكنشكر السلطه والسيد القائد ديال المدينه ديال البطحه، الله يجازيه بخير، تعاطفوا معايا، كنشكرهم بزاف. وكنعطي الشكر لجميع المسلمين في هذا النهار الجمعه. بهذه المناسبه كنشكر الحاج مصطفى ابو سراج، هو والمحسنين كاملين، الله يجازيهم بخير، حتى هو كيتعاطف مع هذه البنيتات وكيبقاو فيه، والله يجازيهم بخير. وكنشكر الحضور صراحه، سمعوني غادي ندير هذا الغداء هنا، والكوتي جاوا لعندي، الله يجازيهم بخير. وكنشكر الناس كاملين اللي تعاطفوا معايا ووقفوا معايا، ومازال الخير قدام باذن الله، وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، رضوان بوريان، فاعل جمعوي داخل مدينه فاس. اليوم حنا كنحضروا هذا الحفل اللي كيعطي واحد القيمه مضافه للطفل اللي كيقطن بهذه المؤسسه. تفاجئنا ولقينا بان اطفال كلهم فرحه، استقبلونا بواحد الفرحه كبيره. ماذا بينا ان مجموعه الناس او مجموعه نتاع الجمعيات انهم يتوجهوا لهذ الاماكن لي وضع الفرحه على قلوب هاد الاطفال اللي كيستاهلوا. اليوم جمعيه اهل الخير اللي كتقوم بهذا النشاط هذا المتواضع ولكن قيمته كبيره عند الله سبحانه وتعالى. كنشوفوا بان دوزنا واحد الاوقات جد رائعه مع هاد الاطفال، حسسناهم باننا كلنا اخوه وكلنا هذوك بحال ولادنا، وحنا رحنا كنفكروا فيهم واننا كنتمنوا لهم اي واحد المستقبل متميز. وكنشدوا بالايادي على السيد المدير اللي قايم على هاد المؤسسه هذه، وان الاطر اللي شفناهم بانهم قايمين بواحد الواجب كبير جدا، واننا كنعاودوا اصلاح هاد الوضعيه نتاع مجموعه الاطفال اللي مساكن شاء الاقدار انهم ولاسباب متعدده انهم يخرجوا للشارع او انهم يكونوا في ظروف جد صعبه. ولكن اليوم حنا كمغاربه كمسلمين كنفتحوا لهم قلبنا وتنحاولوا باننا نعطيهم احسن ما عندنا، باش حتى هما يقولوا بانهم عندهم قيمه في الحياه، عندهم برنامج يعيشوا عليه. تنقول لهم بان المستقبل امامكم وحنا معكم ان شاء الله الى ما فيه الخير لكم وللوطن. شكرا جزيلا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.